الزمالك هيفتقد الغالي نانا بوكو مهاجم الفريق خلال مباراة وادي دجلة، واللي هتقام ان شاء الله يوم الاربعاء اللي جاي في الاسبوع ال 24 من الدوري الممتاز. نانا بوكو بيأدي دلوقتي تدريبات تأهلية، ويفضل يأدي تدريبات تأهلية لمدة اسبوع بسبب اصابته بكدمة في الركبة، واللي طبعا هتبعده عن مباراة وادي دجلة. كمان الجهاز الفني بقيادة ايهاب جلال استقر ان هو يلعب بالكونغولي كبانجو كسانجو عشان يقود هجوم نادي الزمالك قصاد دجلة عشان يعوض طبعا غياب نانا بوكو.